شكون هو الفنان الكوميدي اللي ما معطياش له ما معطيلوش حقه كيما خصو يتعطى له؟ فنان كوميدي اللي ما معطيش في المغرب كيبان لك مظلوم انت؟ كيبان لي مظلوم. كيبان لك بان موهبته كبيره وهو ما معطيش له المكانه اللي كيستحقها، شكون هو؟ ما بانش ليا بلي قاعدوا لي كاينين دابا في الساحه الفنيه ربما كل واحد عنده ستيل ديالو. دابا تبارك الله الكوميديا ولات ستيلات، يعني كل واحد عنده ستيل ديالو، كل واحد عنده الجمهور ديالو. ما بانش ليا انا، كيبان ليا واحد القضيه ديال ماشي ما كتعطاكش حقك، لا ما تخدمش اجتهاد اجتهاد. واش ما يمكنش انت عندك سكيتش واحد بغيتي تلعب به 3 سنين؟ حنا راه ماشي في فرنسا، فرنسا اللي عندهم داك الستيل ديال عنده سكيتش فيه ربع ساعة يلعبوا في كازينو دو باغي، يلعبوا هنا يلعبوا هنا، يشري به دار، يشري به طونوبيلا، يمشي به للبلاد. سكيتش واحد، حنا عندنا سكيتش واحد كتلعبوا في ايفينمون تيمشي صافي، خصك تعاود تصوب واحد اخر. والضحك ماشي بحال الغنى، الغنى تقدر تداش داك تمشي للزين تغنيها هنا وتغنيها لي وكذا. الضحك لا، خص الا قلتي هاد النكته ولا قلتي هاد السكيتش مثلا تدوي على واحد الموضوع تقدرش تعاودو في بلاصه اخرى، تلقى ناس حفظوه وشافوه في يوتيوب في فيسبوك وهذا.